حركية كبيرة هنا بأسواق المواشي بولاية الجلفة. الأضاحي متوفرة وبكل الأنواع والأصناف التي تشتهر بها المنطقة. سعر الأضحية يتراوح ما بين 22 ألف دينار و 52 ألف دينار. أما الأضاحي التي تشد الانتباه وتسيل لعاب السماصرة فثمنها ما بين 55 ألفا إلى 80 ألف دينار. سوق الحي الزينة غالية، والحي المايه لاباس بها زينة كيما العيد اللي فات كيما العيد هذايا. راني نشوف الأسوام يعني زايدة شوية، العام الأول زايدة، على الأقل زايدة مليون 12% في الدماغ. وحليل الموال وحليل الأيام ثانية، الشاري يقول غالي والموال يقول رخيص، ما فهمناش الإشكالية وين. الموالون يعتبرون أن الأسعار معقولة بالنظر إلى شح الأمطار وظروف الجفاف التي مرت بها المنطقة، ما أدى إلى تقلص مساحات الرعي ومعها تقلص هامش الربح في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف. وين راه تعبان في كلش، تعبان في السرقة، تعبان في العلف، تعبان في كلش. غلاء الأعلاف راه سومة كبيرة في الأعلاف، لازم الدولة تساعد سورتو دير رقابة للتجار هذيك اللي مريح في قهوة ويشري قنطار 200 ألف ويبيعوا له 600 ألف. القبار يقبر علينا وجفاف وشعير 500 ألف ومخالف 360 وما كاين والو، حنا رانا حبسنا طول. ككل موسم يبحث المواطن عن أضحية بأقل الأسعار، ويبحث الموالون والباعة عن تبرير ارتفاع الأسعار.